نحن في مزرعة على طريق القصيم حائل، وعند الإمساك على تقويم القرى لم نشاهد الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بل إننا نرى ظلاما دامسا، وأنا على يقين أن نمسك قبل الوقت. فيعني ما الحكم في هذا؟ الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين لكم. وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. وقد وردت آثار عن السلف في التسامح في هذا، يعني في الأكل والشرب وقت الأذان ونحو ذلك، لأن الفجر لا يطلع دفعة واحدة، الفجر إضاءة تشتد شيئا فشيئا. ولذلك لو راقب اثنان الفجر ربما اختلف، أحدهم يقول طلع والآخر يقول ما طلع، فهو إضاءة من جهة الشرق تشتد شيئا فشيئا إلى أن يبرز ويظهر. فلذلك يعني هي ليس لحظة معينة نقول خلاص. يعني بعض العامة إذا أذن الفجر يلفظ اللقمة التي في فمه، هذا غير صحيح، الأمر في هذا واسع، لك أن تأكل وتشرب إلى أن ينتهي الأذان.